ساعة ونصفين تقريبا، العنوان هو الميزان حول ليلة النصف من شعبان. يعني نقصد مش نقصد الأقوال في اللي قالوا في أفضلية الليلة هذه، وفمش عبادات مخصوصة خاصة بليلة النصف من شعبان، وفمش اللي قالوا لا. وشوفوا الرأي علاش استقر في الآخر إن شاء الله حتى نستفيدوا، لأنه غالب الأمة تقريبا يحتفلوا بها ويعطوها مكانة ويخصوها ربما ببعض العبادات ويعطوها اعتبار خاص. والحمد لله أنه ليلة النصف من شعبان بالنسبة للمرة هذه جاءت كذلك هي ليلة جمعة. والليلة ديما الليل يبدأ من المغرب بتاع اليوم، يعني نصف شعبان بدأ من المغرب بتاع اليوم حتى الفجر بتاع غدوة، والنهار يتواصل حتى المغرب، أما الليلة هي تبدأ من توا حتى للفجر. ومن أفضلها المعروفة أنها ليلة أرضى الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بالقبلة اللي كان يتمناها واللي كان يرجوها. قال ربي في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، صدق الله العظيم. وتحولت في السنة الثانية من الهجرة القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، يعني كانت تقبل القبلة هي المسجد الأقصى، وذلك كنا في العام الثاني من الهجرة على أرجح الأقوال. قيل أن الدعاء فيها مستجاب لقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة. خمس ليالي الدعوة فيها مستجابة إن شاء الله. قال: أول ليلة من رجب، هذه الأولى، وليلة النصف من شعبان اللي احنا فيها تو، وليلة الجمعة، واحنا هنا شينا نزوز مع بعضهم، ليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وتو مع بعضهم، وهذا من فضل ربي علينا، وليلة الفطر وليلة النحر، يعني ليلة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هذه هم الخمس ليالي قال فيهم سيدنا ابن عمر لا ترد فيهن الدعوة، لأن الدعوة فيها مستجابة، إن شاء الله ربي يستجيب لنا الدعاء. شو الأسماء اللي سموها سادتنا العلماء؟ أعطوها برشا أسماء. ليلة النصف من شعبان سموها ليلة البراءة، ليلة الدعاء على خاطر الدعاء فيها مستجاب، ليلة القسمة، وهذا نسبة لحديث قال ضعفوه في الحقيقة، هو فما حديث قال في المعنى بتاعه ولكن قيل إنه ضعيف لكن مذكروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى: تقصر أو تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان. فكأن المرء يتزوج وقد كتب في عداد الموتى، يعني قالوا في المعنى بتاع الحديث أنه ليلة النصف من شعبان القائم بتاع الموتى من نصف شعبان هذا نصف شعبان الجاي تنزل على ملك الموت، كل واحد فانا نهار فانا ساعة فانا وقت فانا مكان، فيبدأ واحد مكتوب في عداد الموتى وهو تلقاه في العام هذاك تزوج ولكنه في عداد الموتى. لكن قالوا والله أعلم وحديث ضعيف والله أعلم بمدى صحته، هذاك على سموها ليلة القسمة، ليلة الإجابة على خاطر الدعاء فيها مستجاب، الليلة المباركة لأنها ليلة مباركة بما فيها الدعاء مستجاب، بما أنه تحولت فيها القبلة للقبلة اللي أرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت كذلك بليلة الغفران، يعني رب سبحانه وتعالى إن شاء الله يغفر فيها لينا وليكم، والعتق من النيران إن شاء الله ربي يعتقنا من النيران. وسموها كذلك ليلة التكفير، تكفير يعني كفر ربي إن شاء الله عن سيئاتنا، وليلة الحياة. علي سموها ليلة الحياة فما حديث إن شاء الله تذكروه في المعنى بتاعه هو أنه من أحيا ليلة النصف من شعبان، وفي حديث زاد وليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب،
والله أعلم كذلك بمدى صحته، لكن الأحاديث هذه حتى وإن كانت ضعيفة قالوا بما أن ما تغير حتى شيء في الشرع أو في كذا فهي تحط على صالح الأعمال، لذلك إحنا نسعى أن نطبقها ومضرش حديث هذه ضعيف. كل كعبة مثلا قيم ليلة بسط شعبان فما فيش إشكال، إذا سميت كذلك ليلة الشفاعة وليلة العتق وليلة المغفرة وليلة القسمة وليلة التقدير، يعني شوف الأسماء اللي سموها. وقال إن الملائكة إن للملائكة في السماء ليلتي عيد، قالوا إحنا عندنا عيدين والملائكة عندها تسع عيد، إحنا العيد بتاعنا هم معروفين عيد الفطر وعيد الأضحى. قالوا إن للملائكة في السماء ليلة عيد كما أن للمسلمين في الأرض يوم عيد، فعيد الملائكة ليلة النصف من شعبان وليلة القدر. هذو الزوز ليالي قالوا هما ليالي العيد تاع الملائكة، وإحنا على يوم عيد. إذا ولهذا سميت ليلة النصف من شعبان بليلة عيد الملائكة. بالنسبة للأحاديث الواردة في هالليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها عدة أحاديث، لكن غالبها ضعيفة أو موضوعة، حديث ضعيف يعني مشكوك يا إما في المتن بتاعه ولا في السند بتاعه لعلة ما في الحديث هذا، أو موضوعة يعني حشك مكذوبة، يعني جاء واحد يقول لو قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا حديث ولكن لم يقله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذ بالله، ربي يحفظنا ان شاء الله. فالكذب مش باهي، وخف ما بالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقليل منها يعني الاحاديث هذه اختلف اهل المعرفه بالحديث في صحتها فضعفها اكثر. اذا غالب الاحاديث مش متقاوش عن اعتقادات انها الاحاديث غالبها صحيحه، ومش نذكر الناس اللي قالوا في افضليه الالهيه والناس اللي قالوا في غيرها من المذاهب الاربعه، مش نقول شكون قال في افضليتها وشكون ما قالوش. القائلون بانه لم يصح في ليله نصف من شعبان حديث، شوفوا بعض العلماء اللي قالوا راه ما فماش احاديث تخص الليله هذه. شكون؟ أبو شامة المقدسي قال ناقلا عن ابن دحية وقال في كتاب ما جاء في شهر شعبان، كتاب ما جاء في شهر شعبان يعني ساعات يبدأ موضوع معين في كتاب جزء معين يسموه كتاب ولا كتاب كامل، هذا فالغالب يبدأ كما مثلا في كتب الفقه يقول كتاب الطهارة كتاب الصيام كتاب كذا، كتاب يعني موضوع متكامل. قال أهل التعديل والتجريح المختصين في علم الحديث ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح، هذا أنكر لفهم أي حديث صحيح، فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية، يعني قال فماش حديث وكان مستعمله من خدم الشيطان اللي استعمل حديث هذا كلام هذا أبو شامة لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل به الله أو لم ينزل الله به من سلطان، هذا رأي الولاي. وحديث اسمه ابن العربي المعافري قال وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفت إليها، الحديث اللي ذكرناه من الأول اللي قال تقسم الآجال من شعبان لشعبان، هذا ابن العربي المعافري هذا قال ما صحش الحديث هذا. إيش قال القرطبي؟ قال وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها، هذا نفس تقريبا اللي قبله، ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفت إليها. كذلك علي محفوظ هذا ايش قال؟ قال وجملة القول أن كل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان
بين الوضع والضعف وعدم الصحة، يعني يا موضوع يا ضعيف يا ماهوش صحيح. هذا مجموعة العلماء اللي قالوا هكذا. هات نشوف شكون قالوا لا، رفعنا أحاديث قالت في أفضلية ليلة النصف من شعبان. علاش؟ مش نسير كي يبدأ يهبط لرب سبحانه وتعالى، يهبط على علم، ما يبديش يهبط على جهل. ساعات الإنسان يسمع حديث أو رأي ونجم يكون غلط، يبقى طول عمره يعمل به ويقول فيه للناس وهو ماهوش صحيح. ففضل العالم على العابد ورد فيه برشا أحاديث، كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضلي على أبنائكم، أو برشا أحاديث. فيعبد ربي بعلم أفضل. إذا القائلون بأن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن تفضيلها على تفضيلها. نبدو. قال عبد الرحمن المبارك كفوري في كتاب اسمه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، هذا يشرح فيه في جامع الترمذي، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. اش قال؟ فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، والله تعالى أعلم. قال حديث هذه رأي حجة أن ليلة النصف من شعبان عندها أفضلية. وقال الشيخ عطية صقر في فتاوى الأزهر، تظن الأزهر يعمل بعض الفتاوى، إيش قال؟ هذا يعني من الأزهر الشريف وتبنيها الأزهر. قال هل ليلة النصف من شعبان لها فضل؟ سأل واحد قال ما عندكش فضل ليلة النصف من شعبان، هذا شيخ أزهري، إيش قال؟ والجواب لقد ورد في فضلها أحاديث صحح بعض العلماء بعضا منها وضعفها آخرون. يعني قالوا فما أحاديث صحيحة وفما أحاديث ضعيفة، وإن أجازوا الأخذ بها في فضائل الأعمال، قالوا حتى الأحاديث الضعيفة يجوز الأخذ بها في فضائل الأعمال. يقول لك مثلا ترى ليلة النصف من شعبان من المستحسن تقوم الليل ولا كذا، هي اللي تدخل في الربح خرج من الخسارة، على الأقل تدني ليلة النصف من شعبان مثلا تقوم الليل فيجوز. إذا الصحيح مثلين عليه، والضعيف قال يجوز العمل بها في فضائل الأعمال. بهذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال، مش يلخص إن لليلة النصف من شعبان فضلا، وليس هناك نص يمنع ذلك. ما فهمش نص كل ليلة النصف من شعبان ما عندهاش فضل ولا حاجة. فشهر شعبان له فضله، شهر كذا من أصل عنده فضل. روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، بقوله هذا يسأل سيدنا أسامة في رسول الله، اشتر لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قالوا ما يتبش في شهر من الأشهر الأخرى تصوم قد صيامك في شهر شعبان. كان يصوم سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من غيره من الأشهر في غير رمضان بطبيعة الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، واللي قبل رجب واللي بعد رمضان. قالوا الناس تغفل عليه، الناس تعرف فضائل رمضان معروفة، ورجب قبل زاد فيه فضائل، قالوا فما الناس تغفل عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا أن يكون من الغافلين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذه حاجة جديدة في حديث إذا النسائي، هذا رواه النسائي عن أسامة بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. واش كاين هنا واحد يرفع الأعمال نتاعو هو يبدا صائم؟ إن شاء الله ربي يجعلنا من الصائمين يا رب العالمين. توا القائلون علماء، جبنا على الأحاديث، توا آراء العلماء، لأن الأحاديث من نجم نفهموها
إلا بهدي من الناس اللي مختصة في علوم الحديث. ما نجيش أنا نسمع زوز ثلاثة أحاديث في حاجة نخرج حكم فقهي. علاش؟ لأنهم ما يخرجوا حكم فقهي إلا ما يحيطوا بالأحاديث الواردة فيه الكل وقبلها الآيات الواردة فيه الكل ويشوفوا بالنسبة للآيات الناس الكل منسوخ ويشوفوا مدى صحة الأحاديث هذيك واش هي الظروف اللي جات فيها الأحاديث هذيك باش يخرجون لحكم فقهي. مش نجي أنا نسمع حديث ولا زوز نخرج حكم فقهي، لا، لازم العلماء وخاصة المختصين في علوم الحديث وهما اللي خرجونا أو يعطونا أحكام فقهية من خلال الوحيين القرآن والسنة. إذا نشوفوا دوك مجموعة علماء قالوا لا ومجموعة علماء قالوا نعم ليلة النصف من شعبان، وبعد إن شاء الله بإذن الله مش كفينا إن شاء الله بالوقت ونذكر المذاهب الأربعة مش عارف صار مذهبنا المالكي والمذاهب الأخرين اللي قالوا في فضل هذه الليلة. القائمون بتحريم تخصيصها بشيء من العبادات مطلقا، هذا بعض العلماء قالوا ما نخصهاش حتى عبادة تخص الليلة هذه. ذهب جمع من علماء الإسلام إلى تحريم الاحتفال بها أو تخصيصها بشيء من العبادات كإحيائها، إحياء الليلة يعني نعم عبادات خاصة بها، نقرأ مثل القرآن، نعم قيام الليل، نعم الدعاء، نعم عبادات في الليلة هذه يسمى كل أحيا ليلته، لأن الليل فيه النوم والنوم يساوي الموت أو هو الموتى الميتة الصغرى، هذاك علاش العكس بتاعها هو إحياؤها. قال أو قيامها قيام الليل أو صيام يومها اللي هو وضوء إن شاء الله، هذوما قالوا ما فهمش من هذين. وإحنا هنا إشارة اللي متعود بطبيعته يصوم السنة ثلاثة أيام 13 و14 و15 من كل شهر قمري، بطبيعتهم هذوكم يصوموا كان ليلة نصف شعبان ولا رجب ولا شوال ولا المحرم ولا غيره من غيره من الأشهر، هذوكم بطبيعتهم هو يصوموا. نواصل. واحتجت في ذلك أن هذا لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع، قالوا هذا راه من البدع، يعني حاجة ما كانتش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحدثات التي يؤثم فاعلها أو يأثم فاعلها، قالوا إذن هذه راهي من المحدثات، يعني مصداق الحديث صلى الله عليه وسلم في معناها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خنشوفوا فمش كتب شو تكون أسماءها وكاو طبعا تحدثت على فضل هذه الليلة، فما بعض الكتب شو تكون بعض منها. فضل النصف من شعبان، هذا كتاب لفقيه الحرم المكي محمد ابن اسماعيل ابن ابي الصيفي اليمني الشافعي، هذا يعني مذهب الشافعي، الف كتاب كامل في فضل النصف من شعبان. كتاب اخر اسمه الايضاح والبيان لما جاء في ليله النصف من شعبان، هما كانوا قبل كي الف كتاب باش ما يتسووهش يعملوه بالسجع وكانه شعر، يعني اسم يبدا هكا فيه اللحن. قال الايضاح والبيان لما جاء في ليله النصف من شعبان، شكون؟ للفقيه الشافعي الشيخ ابن حجر الهيثمي. هاي كتاب اخر رساله في فضل ليله النصف من شهر شعبان للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي. كتاب اخر ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي وسماحة الإسلام للشيخ محمد زكي إبراهيم، هدايا كما احنا سمينا قلنا الميزان أو نصف الميزان أو كذا في ليلة النصف من شعبان سميناها الدرس هذا، فهذا عمل الميزان مش نقول هم اللي قالوا إيه وهم اللي قالوا لا تصح تخصيصها بعبادة يوم ليلها أو يومها. كتاب آخر قبل الخلاني اسمه حكم إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان دراسة مقارنة للشيخ عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي، هذايا أحكام. آخر كتاب نذكروه ليلة النصف من شعبان من كتاب
مقالات الكوثري للشيخ محمد زاهد الكوثري. به توا هل تذكروا شو قالوا الملكية، ومن بعد نتعدوا للفائدة واش قالوا المذاهب الأخرى، ثم نجموا إن شاء الله شو الفضل في ليلة نصف شعبان وشو الفائدة اللي نخرج بها. نقولوا احنا الخلاصة من أقوال المالكية فيها، وهنا نفتح قوسين باش نتكلموا شو معناها المالكية. الحمد لله الحاضرين أغلبها من الشباب والأطفال، وهذا شيء فرحنا برشا، ومرحبا بالناس الكل للشباب وبخيانا اللي هما شباب زاد. علاش؟ لأن هما المستقبل تاعنا، إن شاء الله ربي يصلح فيهم ويصلح حالهم، إن شاء الله ربي يجعلهم من الصالحين، إن شاء الله هالجلسة يشهد لهم بيها تكون شاهدة ليهم يوم القيامة إن شاء الله، وتكون نور ليهم إن شاء الله وليكم واللي تبعوا فينا الكل إن شاء الله يا ربي. من أقوال المالكية فيها الحطاب، قال الحطاب في كتاب اسمه مواهب الجليل، معروف الكتاب هذا لسيدي الحطاب، إيش قال؟ قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال اللي يحيي ليلتين العيد وليلة النصف من شعبان ما يموتش قلبه يوم تموت القلوب. ما مش نشرح شو معناها تموت القلوب والعياذ بالله. شهاب الدين رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن كردوس عن أبيه. شهاب الدين النفراوي قال في كتاب اسمه الفواكه والدواني، يعني فاكهة دانية، شوفوا الأسماء حتى مكتوب أحلاها كي عبرها، ها شفنا الآية راهي فاكهة راهي دانية يعني قريبة لينا. وإنما استحب من الاستحباب إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي حديث: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة. شو الليالي الأربع؟ وهي ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر. هذا حديث آخر. واحدة الليلة شهد ليلة نصف من شعبان، وكذلك هي ليلة الجمعة والحمد لله. ليلة النحر تصبح ليلة عيد الفطر، عفوا ليلة عيد الأضحى. ومعنى لم يمت قلبه، الله لا يموتنا قلب يا ربي، لم يعني لم يتحير عند النزع ولا على القيامة. النزع هو نهار الإنسان تقبض روحه، ربي يحسن خاتمتكم وخاتمتنا إن شاء الله يا ربي. فما ناس في المواقف هذيك في النزع يعني تكون والعياذ بالله ابتلاء كبير، فما شكون يكون عمره كامل يعني على خير ويجي في الليلة هذيك والعياذ بالله ولكن النزع هذاك ويجي الشيطان اللي يساوم فيه وكذا والعياذ بالله قد يدخل جهنم. وقت هذاك من الذين ماتت قلوبهم والعياذ بالله، يعني ما يثبتش، لأنه النزع فما ناس مؤمنين إن شاء الله يكونوا منهم تعدى لغزيهم، فما الغير والعياذ بالله. إذن قال يعني لم يتحير عند النزع ولا على القيامة، حتى يوم القيامة يبدأ وهوش ميت قلبه. الحمد لله ربي يجعلنا منهم. وقيل لم يمت في حب الدنيا، نهار في الناس تموت قلوبها في حب الدنيا، هو قلبه ما يتعلقش بالدنيا. والإحياء تاع القلب يحصل بالذكر والصلاة، يعني ليحيي الليلة هذه بذكر ربي سبحانه وتعالى والصلاة. قالوا سيدنا ولو ركعتين، وقالوا لو حتى تصلي العشاء جماعة والصبح جماعة راك تتسمى أحيت الليلة هذه. شوف مثلا. وفي حاشية محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي قوله: وندب إحياء ليلته أو وندب إحياء ليلته، يعني يتكلم الدسوقي
على إحياء الليلة، أي بقوله صلى الله عليه وسلم، فسنرون نحو على الملكية يشقعون بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ومعنى عدم موت قلبه أي عدم تحيره عند النزع والقيامة، بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا. وشكون كيف عند النزع يكون مطمئن ليش ربي سبحانه وتعالى، وكذا في يوم القيامة. والمراد باليوم أي الزمن، يعني هو تعبير مجازي، يقول يوم القيامة يوم هو الزمن هذاك، سواء النزع ولا القيامة ولا غيره. السبب الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير. هو في الحقيقة هنا لطيفة نذكرها، قالوا النزع وقالوا القيامة. القيامة فما زوز قيامات في المصطلح، فما القيامة الكبرى هي القيامة يوم القيامة على الناس الكل، وفما القيامة الصغرى يسميوها هو الإنسان كيموت فقد قامت قيامته، تسمى القيامة الصغرى، قدرة تخص الإنسان هناك أكرهه، سماها زاد القيامة الصغرى، فهم القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. من جملة الذكر قراءة القرآن، ها الحاجات اللي تعوض ليلة النصف أو نحيي أي ليلة من الليالي، إن شاء الله ربي يجعلنا نحيي ديما الليالي الكل إن شاء الله. واستظهر ابن فرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل يحصل بساعة سمعتك ونحوه للنوم في الأذكار، وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة، أقلهن صل العشاء والصبح في جماعة فكأنما قمت الليلة كاملة. شوفوا مثلا هذا إن شاء الله في الغالب نصلي فيه بجماعة والحمد لله، وهذا من فضل ربي علينا. هذا ما ورد عن السادة المالكية اللي نحن هو مذهب فقهي، نحن في بلادنا في تونس البلاد المباركة إن شاء الله ربي يحفظها ويحفظ كل بلاد المسلمين، مذهبها الفقهي هو المذهب المالكي نسبة لسيدنا مالك ابن أنس رحمه الله. والمذاهب فما أربعة مذاهب فقهية مشهورة، هاو نذكر ثلاثة مذاهب أخرى، فما مثلا أخيانا في مصر المذهب الشافعي، وخيانا في تركيا المذهب الحنفي، وخيانا في بلاد الحرمين المذهب الحنبلي، هذا ثلاثة مذاهب أخرى. ونحن شمال إفريقيا ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا مذهبنا هو المذهب المالكي، موجود في أماكن أخرى المذهب المالكي. من أقوال الحنفية، الحنفية هم كما الأتراك، قال ابن نجيب في البحر الرائق، ابن نجيب في مؤلف اسمه البحر الرائق: ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان، يعني العشر ليالي الأخيرة من رمضان، وليلتي العيدين، يعني العيد الفطر وعيد الأضحى، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث. هذا خصم، ها قال لك الليالي اللي من الأفضل أن الإنسان يقوم يحييه. قال محمد ابن فراموس، هذا يزيد حنفي، في مؤلف اسمه ضرر الأحكام، شرح ضرر الأحكام. الكتب الكتب دي ما يعطونها كنسق هكا لطيف مش واحد يتفكر. ومن المندوبات إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان. أش قال علاء الدين الحصري في شرحه تقريبا نفسه، وحداخر وفي حاشية ابن عابدين كذلك، كيف هذوما تكلموا باش نلخصوا باش نلقاوش نذكر كل واحد من تقريبا نفس الأقوال. بين احنا ركزنا على السادة المالكية، نواصل تو السادة الشافعية اللي هو المذهب المالكي، عفوا المذهب الفقهي بتاع خيانة مثلا
في مصر. هو قبل مخيله في مصر مذهبه كان المذهب المالكي، لكن غيرونا من المذهب الشافعي بقصة يعني لطيفة. كانوا من كثر تأثرهم بالمذهب المالكي وصلوا يحفظوا كتاب الموطأ للإمام مالك، اللي هو كتاب فيه الأحاديث يعني لما الإمام مالك بقى تقريبا 40 سنة ألف كتاب هذا. من كثر تأثرهم وقولوا بين قوسين شبه تقديسا للكتاب هذا والمذهب هذا والإمام مالك، خافوا عليه من الفتنة، بدلوه من المذهب بتاعه، مش تعرفوا قيمة المذهب المالكي هذا، من كثر ما خافوا عليه بدلوه مرتهم على المذهب الشافعي. من أقوال الشافعية الإمام الشافعي بيته شو قال؟ وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال. شو يعاود يذكرك ال5 ليالي تقول عليها؟ ليلة الجمعة، هاي هي الجمعة، وليلة الأضحى ليلة العيد النحر، وليلة الفطر ليلة عيد الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان. قال الدعاء فيها مستجاب، واحنا الليلة لم تلم الليلتين مع بعضهم، ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. قال وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي، والله أعلم. هو بيده رشح الشيء هذا الإمام الشافعي بيده. إيش قال محيي الدين النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين؟ تقريبا نفس الكلام هذا وذكر منها ليلة نصف شعبان مش تبقاش نذكر. كذلك استحب شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج، هذا كتاب شافعي. وفي البدع والحوادث لأبي هشام المقدسي الدمشقي، هذا شافعي. قال الإمام ابن الصلاح في فتوى له، إمام عمل فتوى اسمه ابن الصلاح، وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحق، ولكن على الانفراد من غير جماعة. هدايا جينا هنا فايدة جديدة. قال من الأفضل اللي يحيي ليلة النصف من شعبان ما يعملش في مجموعة، لا في الشارع ولا في دار مع ناس، كل واحد يحيى في دار وحده. وهذه تقريبا الخلاصة مش تسمونها في الآخر إن شاء الله، أن إحياء هذه الليلة كل واحد يحياها منفردا في دار. إيش قالوا السادة الحنابلة؟ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف أثنى على ليلة نصف شعبان، قال نعم وليلة عند فضل إلى آخره، مش منقوش نحاول في نفس الكلام. كذلك البهوتي في كتاب اسمه كشاف القناع، تقريبا نفس الحكاية. نختم باللي يحتج به بعضهم، البعض منهم يحتج بابن تيمية. ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مش قال إذا صلى الإنسان ليلة النصر وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، هو قال رأى طوائف من السلف يعني مجموعات، السلف يعني الناس السابقين لينا، الناس اللي سبقونا، قال كانوا يحيوا في ليلة النصف من شعبان. قال ابن تيمية أما نحييوها كل واحد وحده في داره. قال إذا كما يفعل طوائف من السلف فهو أحسن، يعني الأفضل أن الإنسان يحيي الليلة هذه وحده في داره. قال وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة فهو بدعة في المعنى. قال كي نجتمعوا بعد صلاة العشاء ونقولوا هيا نصلوا مثلا 100 ركعة، خاطر فما شكون قالوا نصليوا 100 ركعة ونصليوا بالركعة الفلانية وعفوا بالصورة الفلانية والصورة الفلانية، والآخر قال نعم دعاء مخصوص في هذه. قال إذا الناس، هذا رأي ابن تيمية، اجتمعوا في مسجد فهذا من البدع، ولكنه لم يبدع أن الإنسان
يحيي هذه الليلة منفردا وحده. ونحن أيها الأخوة ما أحوجنا لهذه النفحات هذه، من ضمنها ليلة نصف شعبان، من ضمنها شهر رمضان أو قادم علينا إن شاء الله، مش مازال أسبوعين إن شاء الله ربي إن شاء الله يوصلنا لرمضان إن شاء الله. هذه نفحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ألا إن في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. نفحة من النفحات ليلة النصف من شعبان. الملخص أنه الأفضل أن الإنسان يحييها وحده مش في جماعة، والإحياء قلنا فيه أنواع، يعني مجال مفتوح، قال نقرأ القرآن، نقرأ حتى بعض الآيات من القرآن ما استطعنا، نصلي بعض الركيعات، فواحد من الصالحين بل من الكبار الصالحين عنده أفهام خاصة وكذا توفى، جاء صاحب في رؤيا قالوا ما فعل الله بك يا فلان، أنت راجل صالح وعندك أفهام وعندك كلام، قالوا إيش عمل بك فيك ربي في الكبر؟ قالوا يا فلان لا نفعتني لا أفهام ولا نفعتني أقوال ولا نفعتني كذا، هذا من الصالحين. إيه؟ قالوا نفعتني بعض الركيعات في جوف الليل، بعض الركعات اللي صليته في جوف الليل هذوما هما اللي نفعوني، هذوما ما هماش أصعاب لا على العلماء ولا على عامة الناس. إذا قلنا من الأحياء أسهلها وأقلها وأيسرها نصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: اللي يصلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كامل. ها علاش قلنا هذه لون؟ نزيد على هذا، احنا ديما هم المزيد من الخير والفضل، نقرا شويه قران، حتى صفحه، حتى بعض الايات، حتى حزب اللي نستطيعه، نصلي حتى ركعتين، نستغفر، ندعو بدعاء مهما كان، ندعو لسائر المسلمين، ندعو لانفسنا، ندعو لاهلنا، ندعو لوالدينا، ولكل من له علينا فضل. هي في الحقيقه كل ليله من الليالي من الافضل نعمل هذا، وقل لها في بعض الخطب الجمعيه قيام الليل حاجه ما يعطيهاش ربي اللي يجي، يعطيها اللي يختص اهل الخصوص هما اللي ربي يكرمهم بقيام الليل، فان شاء الله ربي يجعلنا منهم. قل لها النفحات والفرص هذه كثيره، منها ليله نصف شعبان، منها شهر رمضان، وخصوصا العشر ليالي الاخيره منه، منها ليله الجمعه ويوم الجمعه. ونذكركم بقراءه سوره الكهف يوم الجمعه، وراه يوم الجمعه دخل من اليوم، ما نمشوش بالتوقيت تاعنا من نصف الليل يدخل يوم الجمعه، هذاك التوقيت، اما في الاصل يوم الجمعه من المغرب تاع اليوم احنا نقول دخلنا في يوم الجمعه، ويخرج يوم الجمعة مع أذان المغرب تاع نهار الجمعة إن شاء الله. كل يوم احنا عندنا في الفقه ليلة ونهار، هذاك هو يوم الجمعة، يعني نجم بالليلة ولا غدوة نهار كامل نقرأ سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ في المعنى تاع الحديث سورة الكهف يوم الجمعة، يعني يعطيها ربي نور، قيل من الجمعة إلى الجمعة، وقيل ما بينه وما بين السماء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من حاجات ما يصيبوا نتعودوا بها، لا بل نحاولوا نحفظها، اللي عودها برشا مرات سورة الكهف راهي تتحفظ ماهيش صغيرة، فيها 105 آيات تقريبا. وقيل أنه في فتن آخر الزمان، ومنها والعياذ بالله فتنة المسيح الدجال، قيل أنه ربي ينصرنا عليه بالعشر آيات الأولى من سورة الكهف، وقيل بالعشر آيات الأخيرة، هي نحن نحفظها كاملة إن شاء الله. فسورة الكهف فيها فضل كبير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.
ويبشر إلى 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 آخر الصورة. كذلك سورة ياسين بالصور اللي فيها أفضال كبيرة نذكركم بها وماذا بينا نقرأها يوميا، مش باش تطول علينا إن شاء الله قريب نختم. سورة ياسين من الصور قيل هي قلب القرآن، وقيل في أحاديث ياسين لما قرأت له، اللي ناوي حاجة ويحب يسهل عليه ربي في حاجة وكذا يقرأ سورة ياسين فربي سبحانه وتعالى يسره، وهي سورة مباركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث: من قرأ سورة ياسين في صدر النهار، يعني في أوله، يسر ربي النهار هذا كم يسر فيه الخير إن شاء الله. ومن قرأ سورة ياسين في أول الليل يسر الله له الكم فضل من ربي. سورة ياسين نقرأها لو كان نبدو حتى نقرأ في عقلنا تدومش ربع ساعة، لو كان نزل فيها ولا نقرأها كذا درج درجين ياسين يقول ربع ساعة، ونحفظها سورة ياسين. وإذا الملك من الصور الإنسان يحاول يواظب عليها ويقرأها على الأقل في النهار مرة، وبدا بيزا قبل ما يرقد، مش بالضرورة قبل ما يرقد، لأنه اللي يواظب عليها تقيه عذاب القبر، ربي يقيه ويقينا إن شاء الله عذاب القبر. فهذه صور مباركات القرآن يكون به، لكن ثم بعض الصور فيها أفضال أكثر من غيرها. كذلك آية الكرسي نحاول ديما نرددوها ونقرأوها، معروفة خاصة قبل النوم آية الكرسي. كذلك سورة البقرة، سورة البقرة من الصور قال أخذها بركة وتركها ندامة. سورة البقرة يحاول الإنسان يقرأها ويواظب على قرايتها، مانيش نقول لك نهار في نهار في نهار، ماذا بينا مرة في ثلاثة أيام، مرة في الأسبوع، حتى يصير كل نهار تقرأ منها شوي وهكذا دواليك، أو ديم واحدة على الختمة هو سورة البقرة وسورة آل عمران. عليكم بالزهروين البقرة وآل عمران. فبعض صور القرآن، القرآن يكون خير فيها أفضال كثيرة. وهي شيء النفحة هذه بتاع ليلة النصف من شعبان، فنحضر واحدة القيام ليالي رمضان إن شاء الله وهو على القريب إن شاء الله، فنقوم منها ما استطعنا إن شاء الله، ويكون ذلك دربة وتحضير إن شاء الله، لأنه إنسان يقوم ليالي رمضان ما استطاع إن شاء الله. إن شاء الله ربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده يتبعون الصالحين وأولهم الخلفاء الراشدين خاصة. إن شاء الله يجعلنا ربي من المؤمنين الصائمين القائمين الصالحين اللي يسبوا الكيان يتبعوا أفضله. إن شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم: من علم بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. اللي يتعلم حاجة ويعمل بها ربي سبحانه وتعالى يزيد يعلمه علوم أخرى، وربي علومه الآن ما ينتهيش ما ينفعش. فهذا برك نعمله باللي عنا، وطول ربي إن شاء الله يزيدنا من فضله ويجعلنا من العالمين والعاملين، وذيك الدعوة اللي بدينا بها ونختم بها إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا حنان ويا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا رب صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على سيدنا إبراهيم وآله، وبارك على سيدنا محمد وآله كما باركت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ظاهرها وباطنها، اللهم واسترنا اليوم ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم حقق لنا ما نرجوكه يا رب العالمين. يا رب حقق لكل من الحاضرين من الخير ما تمنى، يا رب حقق لكل من الحاضرين من الخير ما تمنى، يا رب حقق لكل من معنا وخيانا من الحاضرين من الخير ما تمنى يا رب العالمين. يا ربي احفظنا واجعلنا من الذين يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون القرآن ليلا ونهارا يا رب العالمين. واجعلنا يا ربي من عبادك التوابين، من عبادك التوابين، من عبادك الصادقين المتصدقين الصديقين المخلصين المخلصين العالمين العاملين المتفقهين في الدين يا
يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأنزل علينا ألطافك الخفية يا رب العالمين. يا رب احفظ بلادنا من كل شر ومن كل فتنة يا رب العالمين. يا رب احفظ بلادنا وقيد لها الصالحين يا رب العالمين. يا رب قيد الصالحين لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية والشباب والذرية، أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، أصلح شبابنا وشاباتنا يا رب العالمين، أصلح صغارنا وكبارنا يا أكرم الأكرمين، وشذبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبالصلاة عليه يا رب، اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المخصوصين من الخاصين يا رب العالمين، يا رب واجعلنا من السابقين، يا رب ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. يا رب ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. يا رب اللهم إنا نسألك غيثا نافعا تروي به الفؤاد، وتطهر به الأجساد، وتطهر به الأجساد، وتطهر به الأجساد، وتثبت به الأقدام، وتثبت به الأقدام، وتثبت به الأقدام، وتسهل لنا به الفتح، وتشفي لنا به الأصفار، وتشفي لنا به الأصفار، وتشفي لنا به الأصفار. يا من يقول للشيء كن فيكون بلا تمهل ولا اهتمام. واختم اللهم لنا بخاتمة الإسلام والإيمان والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد البدر التمام وآله وصحبه الكرام. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبأسرار الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، وتحية لصلاة العشاء.